فون شوت دايما بنركز على الاحداث الايجابيه، الاحداث القويه جدا، واللقطه اللي معانا النهارده والخبر الايجابي من السويد بعدما حققت معجزه تنس الطاوله المصريه واللي عندها 16 سنه هنجودة انجاز تاريخي غير مسبوق، وفوزها بالميداليه البرونزيه في بطوله العالم للناشئات تحت 19 سنه واللي اقيمت في السويد، وبهذا الانجاز الكبير التاريخي تصبح هنجودة اول لاعبه مصريه وعربيه وافريقيه تتوج ببرونزية بطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة. نجحت هنجودة بتتويج بالبرونزية بعد الخسارة في نصف النهائي أمام بطلة ألمانيا نت وبأربع أشواط مقابل شوط واحد. عملت لقاء كبير وطبعا حاجة كبيرة وإنجاز كبير جدا يكون عند البطلة المصرية لسه 16 سنة وقادرة أن هي تنافس لاعبات أكبر منها في السن، وبإذن الله في البطولات القادمة ترجع لنا بالميدالية الذهبية.